في استطلاع بسيط للواقع الخدمي في أهم الأحياء السكنية والكبيرة وسط المحافظة، وخصوصاً بعد موجة الأمطار الأخيرة التي شهدها العراق قبل أكثر من 4 أيام، فنحن لا نستغرب تماماً من وجود مثل هذه البحيرة بأكثر من مكان. تمر الشهور والسنين وتبقى هذه البحيرة في تزايد حصصها المائية جراء الأمطار ومجاري الأحياء السكنية التي تجاورها، حتى أن المنظر لم يمنعني هناك من التأمل وأمامي طيور مستمتعة أيضاً. لا غريب أن تتكون البحيرات بعد كل موجة أمطار وبعدة أيام، وشارع 30 كما يعرف في مركز محافظة الديوانية هو شاهد على ذلك. تعود الأهالي هنا أن يبحروا بهمومهم ومعاناتهم ولا يجد استجابة من قبل المعنيين. وهذا الحي الذي يعرف بكثافة سكانه وقدمه إلا أنه يبقى على هذا الحال بعد عدة أيام من الأمطار، والحلول يؤكد غيابها هو وجع ومرار الأهالي، إذ لم أتمكن حتى من التقرب لأحدهم مما اضطرني إلى السير والتحدث معه عن بعد. يعني مو مرة ومرتين، أي آلاف المرات نروح للإذاعة، ما خلينا إذاعة الديوانية، مشينا أي رحنا رجعنا للمحافظ، قال يم أعضاء مجلس محافظة يشوفون. زين، ما حد يذكركم؟ ما حد يسويها لكم؟ ما حد يوصل نهائيا. وحتى لا نبخس جهد الدار المعنيه بتخليص الحي هنا من مياه الامطار، لكن هذا الجهد لا يتلائم تماما مع التزايد السكاني الموجود، بالاضافه الى الشوارع المتعبه والتي تحتاج فعلا الى اعاده تاهيل. اما حي العراق كما يعرف فانه لا يقل معاناه عن سابقه، وان وجد به الجهد الخدمي لكنه لا يستوعب ما موجود، وان قام بسحب المياه فانما يتبقى يدلل على ان البنى التحتيه لم يفكر بها المسؤول منذ سنوات عديده. هاي منطقه حي العراق السحوله اللي هي استنادا الى مدرسه العراق الابتدائيه. قلت لك هاي اقدم منطقه توزعت بالديوانيه، وهذه توزعت بال80، وكان بها شارع يربطنا من الشارع العام الى ان يدور، والعالم كانت مرتاحه لانه اكو فورت يجي تصعد به العالم. اجت الحكومه الحاليه على ابو انه يسوي مجاري، شالت التبليط، لا كملت المجاري ولا بقوا لنا على التبليط. احنا المحافظه اكثر من 4 مرات المدير المجاري والمدير البلديه رحنا عليها، ماكو فايده، يقول والله ما عندنا سيارات. شنو السبب يابا؟ يقول والله سيارات ما عندنا، هاي الصاروخيه. ليش ما عندنا صاروخيه يابا؟ هذا العراق ايش قده؟ وكل ما يعني هاي بعد شو تسوي؟ غصبا علينا جاي ننشف وجاي نسوي، وحس سيارات جاي نجيب على حسابنا. صورة الطفح للمجاري والمستنقعات والرطوبة والتآكل التي أنهكت البيوت تبقى مشكلة أزلية حتى وان تعددت الأيام المشمسة بعد هطول الأمطار. من الديوانية محمد حسن، قناة التغييرات.